سر السعادة والهنا نبع الوفا وهج المنى سكن يطيب برحمة ومودة تجل العنا سر السعادة بيت الزواج بها يفوح محبة حق الهنا روح وأنس دائمون فيض الرضا نور السنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البنت دأبت على أن تذهب كل يوم لحقل والدها وترش على الثمرة على البرتقالة ماء تريد أن تسقي شجرة البرتقال. بعد فترة ماتت تلك الشجرة، طبيعي أن تموت تلك الشجرة. تلك البنت غرتها الثمرة وجمال الثمرة ونسيت الجذور. أحيانا نمتن كثيرا لما نراه من نجاح وما نراه من خير لكن ننسى أصل ذلك الخير وجذر ذلك الخير الذي لا بر له بوالديه في البيت لا بر له بأحد، وهذا الشيء لا ينفصل. إذا دخل الامتنان البيت وأصبح الزوج ممتن للزوجة والزوجة ممتن للزوج بالكلمة الطيبة وبالشكر وبالإحسان والكلمة الطيبة صدقة عما ذلك الخير في البيت. أما إذا صارت النفوس يعني كزة وكل شخص لا يريد أن يشكر الآخر، لماذا؟ لأنه والله بدعوى أنه واجب عليه، الزوج يرى أنه تلك الأمور واجبة على الزوجة والزوجة تراها واجبة على الزوج، هذا من اللؤم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول ينبغي على الرجل أن يقدم الخير لأهل بيته حتى يكون أحبهم إليه، فلا يصح أن تكون يعني ثمرتك خارج منزلك وكلمتك الطيبة في العمل وللأصدقاء وفي الاستراحة وفي البيت لا يجدون كلمة طيبة وامتنان. الله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح ليس بالمال فقط، شح العواطف، شح الكلمة الطيبة، شح التعبير الجميل. أسأل الله عز وجل أن يقينا جميعا شح أنفسنا. سر السعادة والهنا نبع الوفا وهج المنى سكن يطيب برحمة ومودة تجل العنا سر السعادة بيت الزواج بها يفوح محبة حق الهنا روح وأنس دائمون فيض الرضا نور السنا.